وعلى درب البخور وعلى درب الحرير، نحن الآن في ميناء الجار. ميناء الجار يقع غرباً عن محافظة بدر وجنوباً عن محافظة ينبع. هذا الميناء تاريخي، هذا الميناء كانت ترسو فيه السفن الصينية والسفن الهندية محملة بالحرير من الصين أيام ما كانت صناعته سرية، ومحملة بالبهارات الهندية. فترسو السفن هنا في الجار، وتأتي قوافل البخور وتتبادل معها البخور واللبان والصمغ العربي والعقيق اليماني واللؤلؤ، فيشترون الحرير منهم والبهارات، والعرب يبيعون إليهم العقيق والأحجار الكريمة واللبان. هذا الميناء من أهم المواني في الجزيرة العربية من أيام طرق البخور، من أيام دولة سبا وما قبلها. ثم أصبح هذا الميناء هو الميناء الرئيسي للمدينة المنورة.